في دار السلام كاد الأمر يكون تمام. آه والله. لولا الدقائق الأخيرة. لا، لولا الكرة الاستثنائية اللي اتلعبت. آه. الحقيقة يعني الأداء في كتير من الجوانب الإيجابية وفيه دروس أيضا. بس لما تحط في الاعتبار إنه يانج أفريكانز ده واخد الدوري التنزاني 29 مرة، سيمبا العريق العتيد الأشكيف واخده 22 مرة، يعني هو عدد بطولاته تزيد عن عدد بطولات سيمبا. وفريق عنده مشروع، رئيسه خد بالتزكية انتخابات رئاسة رابطة الأندية الأفريقية، وبيعمل مشروع كبير، لأن أنت هتلاحظ عدد كبير من اللعيبة اللي في يانج أفريكانز اللي من كوت ديفوار واللي من زامبيا يعني في كتير من المحترفين داخل القارة مستقطبهم. عشان كده ده فريق بيتبني بشكل كويس. أنت بقيمتك وبعراقتك كنت الأفضل خاصة في الشوط الثاني، وكان يجب إنك تخلص في أكتر من 3-4 فرص. نرجع ونقول لاعبو الأهلي يحتاجون إلى نظرة النمر الجائع. دي خلاصة فلسفة الموضوع. سيناريو الماتش كمان يا أستاذ إبراهيم لمختلف. يعني لو هما جابوا جون هم وأنت اللي اتعادلت الناس كانت هتبقى مبسوطة. بالظبط. إنما أنت فرحتنا اللومة وأنت بتبلعها رجعتها. هي دي بالظبط. هو ده. طيب نشوف مستر مارسيل كولر بعد هذه المباراة كانت انطباعاته إيه؟ اعتقد ان احنا عملنا في المجمل الماتش كويس. الشوط الاولاني كان عندنا فرصه وفرصتين في منتهى الخطوره، اجوان حقيقيه، فرص حقيقيه. الشوط الثاني كنا كمان افضل، سيطرنا على المباراه، اضعنا اهداف كمان اول دقيقه في الشوط الثاني، نزلنا ضيعنا جون، مركزين من اول دقيقه في الشوطين. الشوط الثاني بنضيع، جبنا جون، ضيعنا بعد الجون كمان الاولاني كنا ممكن نجيب 2-0. للاسف لعبنا بشكل في اخر 5 دقائق كنا بنهاجم زياده عن اللزوم وكنا المفروض نقف شويه، فده كلفنا جون، ورغم كده برضو ضيعنا بعدها جون كان ممكن نتقدم بيه. لكن في المجمل نتيجه 1-1 قد تكون مرضيه في العام لها بره ارضنا، مع اعتبار الجو رطوبه عاليه هنا جدا، درجه الحراره برضو مش زي عندنا في بلدنا. لكن كل ده بنحطه في الاعتبار، نقول ان النتيجه ممكن نقبلها، لكن طبعا بالنسبه للفرص اللي اتاحت لنا النهارده كان المفروض نكسبها. احنا سعداء جدا بعوده كابتن عمرو السوليه لينا. كابتن عمرو خبره كبيره جدا، نزوله عمل هدوء في نص الملعب، قدرنا نسيطر اكتر، عمل اداء هايل من ساعه ما نزل، واحنا سعداء جدا بخبرته بادائه النهارده. كريم كمان النهارده عمل ماتش كويس، تحرك كويس جدا في الكوره، ضاع فرصه 100% محققه بتحركه الرائع في العمق. لكن برضو احنا سعداء بعوده كريم التدريجيه للمباريات كجناح مهم جدا للنادي الاهلي. بالنسبه ل هو التعادل معناه ان في الاخر النتيجه متكافئه، لكن اعتقد بحساب الفرص احنا اضعنا 3-4 فرص، انا ما اسميهاش فرص، دي المفروض اهداف، يعني الكور المفروض تخش جوان على طول محققه. لو كانت الاجوان دي دخلت او الفرص دي دخلت احنا بنتكلم في النتيجه كانت تخلص النهارده 3 أو 4، كان الكلام هيتغير خالص بعد المؤتمر. لكن هي دي كره القدم. كره القدم مش بتقدر ان انت دايما تعمل كل اللي نفسك فيه، جزء من كره القدم تضييع الاهداف. اعتقد ان احنا النهارده بحساب الاهداف الفرص، ولو كنا احرزنا الفرص كنا احنا الفريق اللي ليه حظوظ اكبر بكتير النهارده. احنا في المجمل احنا الشوط الاولاني كنا كويسين جدا دفاعيا، يمكن هجوميا كان ناقصنا شويه ان احنا كنا بنفقد الكره كتير، كان مفيش ثقه شويه في نقل الكره. لكن احنا اتكلمنا مع اللعيبه بين الشوطين في ده ان احنا بنفقد الكره كتير، اتكلمت معاهم واديت لهم تعليمات بين الشوطين، عملنا تغيير، بدات الامور تتحسن كتير الشوط الثاني. التغييرات اللي بدانا نعملها حركت الفرقه جدا، سوليه طبعا بهدوءه، كريم خلق فرصه خطيره جدا، طاهر قدام كان عامل زي هو بيقول زي الاعصار، كان
عامل ازعاج غير عادي للمنافس من ساعه ما نزل، ما بيقاتل على كل كوره وخلق برده فرصه خطيره جدا جوه ال 18 كانت تنهي المباراه. فمهم جدا ان التغييرات تساعدك، ان اللاعب يبقى نازل مركز ان هو عايز بيساعدني على التغيير اراده اللاعب ورغبته. مفيش لعيب النهارده بخل بالجهد في المباراه، كل لعيبه ادت اللي عليها وعملت كل حاجه، لكن كان في غياب للتوفيق واحنا لازم نبني على ده ان شاء الله. بحساب النتيجه اراها نتيجه مرضيه، بحساب واقع المباراه يجدها النتيجه غير مرضيه، وده بحساب الفرص، بحساب الفرص الضائعه. حتى بعد ما كسبنا ضيعنا فرص، وهنا ابتدى ينقد ربما نفسه كمان مع الفريق. كان ينبغي نهدى شويه، ما نهاجمش قوي كده. كان احتمال واحتمال، وانت متراجع دفاعين يجي فيك الجون او يجي جون تاني يتقال له انت ليه تراجعت دفاعيا. كرة القدم فيها كل هذه الاحتمالات وكل هذه الآراء، مفيش حاجة يعني مؤكدة صح وحاجة مؤكدة خطأ، لكن المؤكد اللي هو قاله، لم يبخل أحد بجهد. مبسوط من السولية، مبسوط من كريم فؤاد. عايز أسألك عن السولية، يرى طاهر، وهنا لازم أتوقف يا جماعة. لما تلاقوا حد بيحاول يعمل اللي عليه ساعدوه، قال لك كل إعصار، خلق لنا مشهد هجومي محترم، تواجد هجومي قوي. يعني مش كل واحد لازم يبقى بالطعم اللي انت عايزه. شوفوا تكتيكيا ادى زي ما الراجل عايز ولا لا. مظلوم طاهر، الناس عايزه دايما كل حاجه في اللعيب. حتى اللعيب اللي هو بتسنده دلوقتي، لو ماتشين ثلاثه نقص حاجه من اللي هم عايزينها فيه، لكن بقيه الحاجات موجوده، مش هيصبروا عليه. لا، عايزين ناخد لعبتنا، واحنا متاكدين عندنا افضل لعيبه في مصر. اكتر من حد سمعته انه طاهر ما قدمش احسن، يعني انا احترمت راي عماد متعب فيه جدا، وعماد واحد من الناس اللي امينه في رايها، وحتى لما بينقد او يعلق على اداء لاعب قد ايه بيكون راجل رياضي بجد، لانه في ناس اخرى بتتجاوز التجريح والتجاوز وبتنسى وهي لعيبه كانت بتعمل ايه. على فكره يعني في منهم، خلي الكلام ده ليوم الخميس، بس في منهم يقعد يتكلم على انه اللعيبه ده مكان، وانه ما ينفعش ابدا يادي الاداء ده. ولو رجعنا لنفس اللعيبه القدامى لعدد كبير جدا مش قليل من مبارياتهم كتير كان اتفرجنا عليها، كويسة عمرها ما كانت كلها كويسه، ولا عمرها ما كانت في الاجاده العاليه، وده اللي انا بستغربه، دي طبيعه الكوره. فعماد متعب كان رايه لما ساله اعتقد ابراهيم فايق على طاهر، قال له عنده اكتر من كده، عنده اكتر من كده، لكن أيوة. مخلص وبيأدي وبيعمل فارق. فانت قلت نقطه، ساعدوه على انه اي لعيب بتحس انه عايز يرجع ساعدوه. ده كلام مهم جدا، لكن تبقى نظره النمر الجائع هي خلاصه هذه الحلقه التي يحتاجها لاعبو الاهلي بالتاكيد.